تنفيذا لتوجيهات خليجة الأزمة في صلاح الدين، تستمر الجهات الصحية والأمنية في سيطرة قضاء بلد بفحص الوافدين من المواطنين والقوات الأمنية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا. تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميل عبد الجبار مهدي. بتوجيه مباشر من قبل خلية الأزمة في صلاح الدين، تستمر الكوادر الطبية والأمنية لفحص الوافدين المدينة بلد. من المواطنين الوافدين وعناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي الداخلين لوحداتهم العسكرية، متواجدون في سيطرة سين 7 من الساعة 7 صباحا لغاية 12 مساء. دورنا في السيطرة لفحص الوافدين خارج القضاء والتأكد من سلامة الجميع. يوميا الكوادر الطبية والصحية التابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية في بلد وكذلك مستشفى بلد العام وكل الكوادر الصحية في خط الصد الأول للتصدي لوباء كورونا المستجد، يعني جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية. ونحن اليوم تشاهدون في السيطرة الرئيسية لمدخل مدينة بلد وفحص جميع الداخلين والوافدين وكذلك تسجيل جميع الأشخاص الوافدين إلى مدينة بلد ومتابعة حالتهم الصحية لحين يعني التأكد من شفائهم بشكل تام. طبعا تعاون كبير ما بين الأجهزة الأمنية والكوادر الصحية والطبية التي عملت خلال هذه الفترة بكل تفان وإخلاص من أجل سلامة أبناء مدينة بلد وأبناء محافظة صلاح الدين بشكل عام. كذلك هناك يعني متابعة حقيقية من قبل خلية الأزمة لكل الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الصحي ومن قبل الجهات الأمنية وخصوصا محافظة صلاح الدين وخلية المحافظة التي لها الدور الكبير باتخاذ القرارات الناجحة للتصدي لهذا الوباء المميت. فيما أبدى المواطنون ارتياحهم بالإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة ويثمنون دور السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل في التصدي لهذا الوباء المستجد، داعين الله أن يحفظ العراق وصلاح الدين في شهر رمضان المبارك. وأكد عناصر القوات الأمنية التعاون المشترك بين القوات الأمنية والفرق الطبية والعمل المشترك للخروج من أزمة كورونا وبقى صلاح الدين خالية من الوباء. الإجراء جيدة جدا والأمور ماشية والحمد لله بخير. نحمد ونشكر السيد المحافظ الأستاذ المهندس عمار جبر، نشكر جهوده الطيبة. نشكر قواتنا الأمنية والكادر الصحي بالتصدي لهذا الوباء، وإن شاء الله إحنا يعني مرتاحين لهذه الإجراءات لأنها تطمئننا وتطمئن على عوائلنا وعلى أهلنا، وتكون إن شاء الله نتائجها إيجابية لكل العراقيين. وندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة. ونشكر السيد المحافظ على هذه الإجراءات وخصوصا في السيطرات الخارجية والوافدين من الخارج لأنها احترازية وناجحة لحد الآن، وإن شاء الله تكون محافظة صلاح الدين خالية من هذا الوباء بجهود الخيرين والطيبين وكل قواتنا الأمنية والمحافظة والمسؤولين. من طب صلاح الدين الوقاية يعني 100%، قدم الشكر يعني الرجال الصحة، رجال الجيش اللي مسهلين أمر يعني خاصية دخول صلاح الدين، كل الرجال اللي واقفة هي بقيادة خلية الأزمة. طبعا كلهم متابعين خلية الأزمة. إجراءات مشتركة بين القوات الأمنية والفرق الطبية من أجل فحص الوافدين داخل المدينة. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.